الموظف والعامل لربما يقصروا بعملهم طول الشهر، إلا اليوم اللي هيستلموا الراتب فيه. بيجوا قبل الدوام، قبل ما يبلش الدوام بيوصلوا. ليه؟ بيظبطوا وضعهم، يعني الأعمال بالخواتيم. هذا في تعامل مخلوق مع مخلوق في أمر الدنيا، فما بالك بتعاملنا مع الخالق في أمر أخروي؟ أعمال السنة كلياتها اللي بنعملها تعرض على الله في هذا الشهر الذي نحن فيه، في شهر شعبان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه. أسامة بن زيد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذا اليوم أو هذا الشهر، فسأله عن ذلك، قال: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ضبط وضعك يا طيب، الأعمال بالخواتيم، كل أعمال السنة هالشهر حتنعرض. ضبط وضعك.